طلقا مشبعا بالسوا الحسن طلقا فأبصر شيخا على دمائه وقع الكبار ولا حماه من دون ترتيب صدى ولا حماه دارت ابن صدر قال له يا شيخ قال اي وضوء اين يقال قال له يا شيخ قال اي وضوء اين يقال فألعم الشيخ على كلا الوضوء أين النظر سعيد من يعرف الحوار سعيد من يعرف الحوار وذاك أسعد للحوار ومن يأبى كان أخفى الشيخ من عينيه لا يملك دموع الخجل الشيخ من عينيه لا يملك دموع الخجل يا سيدا الأكملي يا سيدي يا أنتما أهل الوضوء الأكملي لكن أنا من ينبغي أن يصلح بالخلل لكن أنا أن يصلح بالخلل الشكر لله على بعثكما الآن إلي الشكر لله على بعثكما الآن إلي ثم اقبل عذري على يا ابني علي مقبلا عذري على تقصير يا ابني علي مقبلا عذري على تقصير يا ابني علي بكم يا أهل الرسالة عرفنا أصل العدالة هدهد من الضلالة بكم يا أهل الرسالة عرفنا أصل العدالة من خطأ الهر أراد تعليمنا كيف هو الرفق مهم
وكيف نحترم بل الشيخ تابع العزة أخذ بالعلم ولا صغر السن أتناه مع الأصل الفهم أراد تعليمنا قلوب وعظ مبتسم أراد تعليمنا السن وكيف نحترم سعيد من يعرف الحال وذاك الأسعد يلحق ومن يأبى كان أخفى الله.